وينضم إلينا من تونس ياسين العياري، عضو ورشة مراعاة وظيفة المساجد بوزارة الشؤون الدينية. سيد ياسين، ما هي أهم بنود هذه المبادرة؟ كنت أستمع إلى التقرير، هناك ملاحظتين بسيطتين. نعم. أولا، مشروع جدا أن يكون هنالك تخوف من عدم حياد المساجد. والنقطة الثانية هي أننا كأني فهمت من التقرير أنه المساجد غير محايدة ونحن نريد أن نرجعها إلى الحياد. نعم، وأنا كذلك فهمت ذلك سيد ياسين. أنا كذلك فهمت ذلك، لأن وزارة الشؤون الدينية أعلنت أنها ستطلق مبادرة، إذن هي بحاجة إليها. تفضل. نعم، أريد أن أقول بأن المساجد في أصلها محايدة، والأئمة في أصلهم محايدون ونزهاء، ولكن الوزارة معناتها كانت بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأيضا الهيئة العليا للانتخابات من أجل تذكير الأئمة وإعادة تحسيسهم بهذا الدور المهم. وإذا كان فما بعض الشواذ فهؤلاء معناتها، وحتى الهيئة العليا في التجارب السابقة قالت لنا وأثبتت عبر الأربعة الندوات الإقليمية، ندوة الجنوب والوسط والشمال وندوة العاصمة، أنه لم يلاحظوا أي خروقات تيلة هذه معناتها الانتخابات الثلاث. طيب اسمح لي سيد ياسين، يعني المساجد في أصلها محايدة. طيب اسمح لي نعم سيد ياسين العياري، لو كانت الأمر هكذا، نعم، لو نعم كانت المساجد في تونس نعم محايدة لهذه الدرجة التي تصفها أنت، فمثلا ما أهمية هذه المبادرة، وأيضا ما أهمية هذه الورشة التي أنت تنتمي إليها في الأساس؟ أنت عضو في ورشة مراعاة وظيفة المساجد بتونس، ما هي الأهمية لهذه اللجنة إذا كان نعم المساجد لا تحتاج حتى إلى رقابة؟ لا، ما قلناش لا تحتاج إلى رقابة. الرقابة دائما موجودة، ولكن الوعي اللي لمسناه من السادة الأئمة الفضلاء والدكاترة والعلماء والأساتذة كان وعي أكثر مما كنا نتصوره. نعم. بالعكس، هما كانوا يبينون لنا أنهم يراعون تلك الوظيفة فوق المسجد. احنا عبارة تحسيس أو إعادة تذكير. ألم يقل المولى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين؟ هما معناتها عندهم هذه المعلومات، عندهم هذا الحس، عندهم هذا الهاجس، ولكن نحن نعاود نذكره. ممكن إنسان يغفل على بعض الأمور، مثلا في الورشة اللي تناولتها أنا اللي هي وظائف المسجد، من أجل إعادة تذكير بها لكي لا يستغل المسجد لتوظيفه. نحن نعلم وظائف المسجد حتى لا نوظفه، ونفرق بين الدعاية الحزبية والأمور العامة منها السياسة. احنا سوف ندعو، وقالوها الأئمة، قالوا سوف ندعو إلى الانتخابات فوق المنابر، وهذا أمر مهم ممكن يعمل شوشرة شوية في أذهان بعض الناس. نعم. لكن سيدعون إلى الانتخابات بصفتها واجبا، وبصفتها حقا، وبصفتها أمانة، وبصفتها شهادة، ويبينون للناس أن الانتخابات عملية حتى من الناحية الشرعية هي سليمة، فليست ببدعة وليست يعني من يذهب طيب إلى الانتخابات. يعني كنت لا أود، سيد ياسين أن يعني نتطرق إلى مضمار السياسة الصرفة، يعني إنما ألا تخشى أنت شخصيا من استغلال حزب النهضة للمنابر في تونس؟ والله أنا لا أحبذ أن 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 أذكر أسماء، لأنه مش حزب معين سيستغل المنبر أو الجامعة. كل الأحزاب تتمنى أن تستغل المنبر، لأنه المنبر عنده خطاب قوي، وخطاب يخاطب الوجدان، ويخاطب الضمير، ويخاطب المرجعيات الثابتة. الإمام نعم يدير الثوابت، بينما السياسيون يديرون التفاصيل. يتمنون أن يحوزوا على أحد من هؤلاء حتى يؤثروا بهم على الناخبين، ولكن هيهات لهم. هنالك وعي في تونس. أتمنى أخي نعم أن تحضر
في أيام الانتخابات وتدخل إلى المساجد فسترى أن الناس يتحدثون داخل المساجد عن الانتخابات ولن يتحدثوا على انتخاب فلان أو فلان. أشكره. يا أيها الناس اعلموا أن الانتخابات واجبة، ولكن أنتم أحرار، لكم الحرية في أن تختاروا من تشاءوا بدون تصريح أو حتى تلميح. سيد ياسين العياري، عضو ورشة مراعاة وظيفة المساجد بوزارة الشؤون الدينية، كنت معنا من تونس العاصمة، فشكرا لك.